عمي ايش تسوين؟ دي شوفوا الإعادة مال المسلسلة. شنو؟ ليش ما تفتهمين المسلسل إلا بالإعادة؟ أم نص عقل. لا زهرة ما كانت شايفة على مود هاي. إيه تاكلين البصل وتذبين القشر الغير واحد. هي ما تشوف، زهراء تشوف. طوري نفسك شوية بابا، شو نسوي بالمسلسلات؟ قعدي تابعي برامج معلومات وثقافة حتى تتثقفين. شوفي فتشي يفيدك. ما شاء الله انتي هواي برامج ثقافية تتابعين. زين برنامج الزواج شنو ينطوك؟ ينطوني رجال. ايه هم صحيح. أوه احترقت، أموت على هالبرنامج. أعزائي المشاهدين رجعنا وياكم ببرنامج الزواج. اليوم رح يكون عندنا ضيف من مكان بعيد، من قرية بعيدة. يا بنات رح يجي شيخ الرجال من شيوخ العرب أبو شوارو سبع، وراتبه عالي، وعنده بيت، وعنده مزارع وحيوانات. اللي يقولون هذا من قسمتي ننتظركم هنا. يلا ننتظر اتصالكم. اني راح اروح على البرنامج هسه، ما خلي احد ياخذه مني. هذا ابو شعر اني اريده. عمه فدوى اروح لك لسوين هيجي؟ تخبلتي انتي، وين ما تشوفين واحد ابو شعر تتخبلين. فدوى اروح لك وقعدي. واخذي من قدامي زينه الثوله بنتي حفيدتي، راح اجيب لك جدو. تمام جدو يخبل، اتفقنا؟ تمام. يلا باي. ايه شيخ محمود عندك هواي معجبات، بس قلنا مواصفاتك على التلفزيون تليفوناتنا ما وقفت. والله يا سيد اني بالقرية مالتنا ما لقيت وحدة تناسبني، فقلت اجي يمك للبرنامج. ملقيت تلقاني وحدة جو ايدك منا تفيدني. احنا ببرنامجنا اللي عندهم شوارب وحلوين عندهم هواي معجبات، انت هم رح نلقى لك وحدة اليوم تناسبك ان شاء الله. ايه هسه رح نستقبل اول معجبة، الست فاطمة. صفقولها. خالة فاطمة انت هم صرتي زبونة البرنامج، هاي كم مرة بالاسبوع تجين يمنا؟ شو اسوي بنتي، الرياجيل اللي لقيتهم طلعوا فاشوش، عبالك بضاعة صينية قبل يخربون. وانت هم على كيفك وياهم خطية، ترى حرام هيجي. هسه يلا عوفينا من الشقة، عندنا فد واحد اليوم مثل ما تريدين بالضبط، رح يعجبك. مشعر هو هذا؟ ايه وشلون شعر؟ هم ما شاء الله مثل الدب. اوف اني اروح فدوى لشعره ها اتخبل هيك. اقول لك شوارب فخينه؟ شلون شوارب عنده؟ اوف اروح فدوى لشواربهم. الله اخوي حميد، بس شغلت التلفزيون تعرف شنو شفت؟ يما لا اله الا الله. لك عينه يمك مسوي اشتراك شهري بالتلفزيون. مبروك حميد مبروك، امك راح تجيب لك بابا صنفور جديد. باع 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 الرجال اللي ورا البرده باع ايش قد بي شعر عبالك دب. اويلي هذا شيخ محمود. محمود منو؟ هذا من العشيرة اللي بيناتنا مشاكل وياهم اللي جال بغداد. لا بشرفك لا تحكيها. هم زينك وبردة بيناتهم واحد ما يشوف الاخ، هسه كان واحد سحب سلاح على الاخ اقسم بالله. شو سوى هسه؟ لازم اني اوصل للاستوديو قبل ما يفتحون البردة. عمو راح نعوفه يروح وحده يعني؟ هسه الشيخ عنده سؤال إليك، تفضل اسأل شيخنا. يا ستنا انت ذا كنتي فراشة وقاعد تطيرين هيجي، وين راح تنزلين؟ فوق يا مكان. لو كنت فراشة وأطير
كان انزل على شاربك. اوه صفقوا. هسه ست فاطمة راح تسأل سؤال، تفضلي ست فاطمة. لو كنت حيوان، يا حيوان كان تريد تصير؟ والله أني أختار أصير دب، تعرفين ليش؟ حتى أكل العسل الزين وأتلذذ به. يا عسل أنت. إي صفقوا. راتب عنده راتب؟ ست فاطمة تسأل عن الراتب، شقد راتبك؟ ماكو راتب. بس إذا أقول لك القرية كلها مالتي ما أكون كذاب. أنا عندي أرض وخمسمائة حيوان كبير وخمسمائة حيوان صغير، وعندي مزارع وخدم وحشم إلا وانسج وياي، وعندي هواية شغلات. شنو أنت شيخ؟ ترى ست فاطمة للبيت وأنا أطلب إيدك. باعي علي لك، هذا إلي إلي. ها أنا ما أنطيل أبو شعر مالي، هذا المشعر ماتي. ها دا شاقة شبيك، يلا أخذي. يلا خالة إذا جاهزين راح أفتح البردة. تمام تمام افتح خلي أشوف وجه المشعر ماتي. أفتح؟ فتحي. ويلي أمو نوري راح يفتحون البردة، بعد شوية المكان كله يصير دم. شقد يخوف، هذا يصير رعب. وين ظلوا ذولي؟ وين راحوا؟ أفتح؟ فتحي فتحي. ويني فاطمة؟ محمود. أنتوا تعرفون بعضكم؟ هذا الحقير عدوي. شنو؟ اسم الله. الله طلعك قبالي، تشاهد أحسن لك. فطوم أبوس إيدك، أبوس رجلك، لا تكتليني. الله يخليك، أروح لك فدوة. عافية. باع علي، لا تتوسل مثل النسوان من الشوف السلاح. صير سبع لا صير جبان. ها أبوس إيدك، لا تكتليني. أبوس إيدك. آني راح أدمرك آني. يما فدوى اروح لك. اوكفي الله يا الله، ايش تسوين يا معوده؟ صدق كذب، انت اللي خليت دمنا بالقاع، انا راح اخذ بثارنا. يما انت ايش تخربطين، مو احنا اللي ناخذ ثار، هم ياخذون بثارهم. اخر مره احنا ضربنا واحد من عندهم، هسه دورهم، هم لازم يضربون واحد من عندنا. اوكفي عاد صدق. حميد السرى بسرعه يمشي، اخربط خلي جاي جاي اكتله، بعدين هم يكتلون اثنين من عندنا ويعوضونه. ما يصير. جو الشرطه هم. اوقفي راح تجين ويانا مركز الشرطه. عفوني عفوني. اوف همزين لحق حميد وحلل الموضوع قبل ما يصير شيء. كلش صحيح حكيك اخويا، تعرف هاي ام حميد هيك عبالك قنبله موقوته ما معلوم وش وقت تنفجر، هيك فجاه ما معلوم وبدون سابق انذار.